أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. الحديث حول سيدتنا زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين، هذه السيدة التي رفعت لواء الحسين عليه السلام في مسيرتها من كربلاء إلى الشام ومن الشام إلى المدينة. هكذا هذه الحقيقة مستدلة، ليس حديثا خطابيا. الإسلام محمدي الحدوث حسيني البقاء، الذي يقرأ التاريخ يقر بذلك. هذه الأيام هناك تحقيقات لدى المستشرقين، الغرب والشرق يعتقدون بهذه الحقيقة حسينية البقاء. ونحن نقول أيضا، نكمل الجملة الثانية، النهضة الحسينية، الإصلاح الحسيني، حسيني الحدوث وزينبية البقاء. النبي ثم الحسين عليه السلام، والذي حفظ نهضة الحسين عليه السلام زينب الكبرى صلوات الله عليها. زينب خفرة في منتهى درجة العفاف، يقول الراوي: ما رأيت خفرة بأنطق منها، وكأنها تفرغ على لسان أمير المؤمنين، كأن عليا خرج من قبره. خطب علي مشتهرة على الألسن. اتفاقا، الآن أنت اقرأ خطب زينب عليها السلام، ترى مع خطب أمها هناك سياق مشترك. ولهذا من ألقابها الصديقة الصغرى، تمييزا لها عن الزهراء عليها السلام. أمها الصديقة الكبرى، وعلى معرفتها دارت القرون الأولى وهي الصديقة الصغرى. إمامنا موسى بن جعفر كذا معروف راهب بني هاشم، والسيدة زينب عبر عنها في الكتب عابدة آل علي، عابدة آل علي. طبعا عبادة أمها هي العبادة الأولى، لا شك في ذلك، سيدة النساء من بعد الزهراء عليها السلام زينب. سمعت مقارنة جميلة، أحدهم يقارن بينها وبين آسيا: نجني من فرعون، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني. يعني فرع آسيا ملت من وضعها، طلبت من الله عز وجل أن يخلصها، ولكن في خطب زينب عليها السلام تقول: ما رأيت إلا جميلا. الذي يرى الجميل يقول: نجني، يعني هذا هو خير لي. نعم، لا قياس بين هذه السيدة عقيلة الطالبيين، يعني من بعد الزهراء عليها السلام، إن أردنا أن نضع يدنا على امرأة مميزة هي هذه السيدة الجليلة. أخذكم في جولة، هذه الجولة تعينكم على البكاء عليها عندما تسمعون مصائبها. اعلموا قدر هذه السيدة، حكيمة، أخت الإمام العسكري، عمة إمام زماننا، تزورها في سامراء، قالت: إن الحسين أوصى إلى أخته زينب
في الظاهر فكان ما يخرج من السجاد ينسب إلى زينب سترا على علي بن الحسين، يعني كانت جسرا بين إمامنا زين العابدين وبين الأمة. طبعا المعنى أعظم، يعني حاملة لأسرار إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، بتعبيرنا اليوم الناطقة الرسمية. الإمام كان عليلا في الأسر، وهذه السيدة نعم أنوثتها، تبقى المرأة في عرف العرب، وإن كان يزيد وأصحابه ما راعوا حرمة، ومع ذلك هذه السيدة كانت تتكلم كما تريد في طريقها. رحم الله الشيخ الصدوق، هؤلاء علماؤنا، هؤلاء يبحرون في روايات أهل البيت، يقول كلمة يعلم ما يقول. يقول الصدوق عنها: لها نيابة خاصة عن الحسين عليه السلام، وكان الناس يرجعون إليها في الحلال والحرام. كيف الفقيه هذه الأيام يراجع؟ ولا عجب، هذه السيدة تربية من؟ تربية رسول الله وفاطمة وعلي والحسن والحسين، خمسة أهل الكساء عينهم على زينب. أنا هذه الرواية كنت أسمعها ولكن استخرجتها من المصدر. عندما ولدت زينب في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، ما نعم علي عليه السلام تأدبا الحفيدة الأولى لفاطمة، زينب البنت الأولى للزهراء عليه السلام، كم فرح بها أمير المؤمنين. وأنت جد، عندما تأتيك الحفيدة الأولى كم تفرح. ذهب علي إلى النبي: سمها يا رسول الله، أنت جدها. فما كان من النبي إلا أن قال: ما كنت لأسبق ربي، أنا أسميها، ربي يسميها. فنزل جبرائيل فقال: زينب، فقد اختار الله لها هذا الاسم. الاسم من السماء فكيف بالرسم؟ الاسم من السماء فكيف بالسيرة؟ ثم قال النبي: هنيئا لكم يا من تبكون أيام محرمة وصفر على مصيبتها. نعم، من بكى على مصائب هذه البنت كان كمن بكى على أخويها الحسن والحسين، زمرة واحدة. لطيف أحد العلماء له تعبير جميل: أحب الله من أحب حسينا. نحن نحب الحسين، نبكي ونلطم، ولكن زينب كيف أحبت الحسين حبا لا نظير له؟ يعني الحب الأعظم لله عز وجل لمن أحب الحسين الحب الأعظم. على وجه الأرض هنالك شخصية أحبت الحسين كزينب؟ أبدا. إذن هذه بعض مقاماتها صلوات الله وسلامه عليها. نزيدكم أيضا، زينب صحيح هي أنثى، قلنا في محاضراتنا الأنوثة من صفات الأبدان، جسم أنثوي وجسم ذكوري، وإلا الأرواح واحدة. رب العالمين لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. في التكاليف الشرعية لا فرق بين الذكر والأنثى، خليفة الله في الأرض ينطبق على الأنثى أيضا. الزهراء عليه السلام صحيح سيدة نساء العالمين وسيدة الرجال أيضا. إذن هذه السيدة كانت تربية هذه الذوات المقدسة، كان لها مجلس في بيتها أيام إقامة أبيها في الكوفة، وكانت تفسر القرآن الكريم
اتفاقا وصلت إلى سورة مريم، دخل عليها أمير المؤمنين فزادها بيانا. يعني هذه السيدة عندما تفسر القرآن تفسر القرآن كالمفسرين، نعم، من عامة المسلمين، أو الناس تستقي تفسيرها من صدر أبيها وأمها. وأبوها من؟ باب مدينة العلم. طوبى للنساء اللواتي كن في مجلسها. لا نريد إثارة الأحزان في وسط الحديث. تلامذتها النساء اللواتي حولها عندما دخلت الكوفة بتلك الحالة بعد استشهاد أخيها، ماذا جرى عليهن؟ من كانت تحت منبرها قبل سنوات تفسر القرآن تدخل الكوفة ويقال بأنها خارجية، كم عز عليها وعلى الموالين في زمانها، مصيبتها لا توصف، فقدها لبنيها، فقدها لإخوانها، طريق السبي إلى آخره. ولهذا من أقوى من أوسع أبواب الشفاعة والنجاة هي هذه السيدة الجليلة صلوات الله وسلامه عليها. أيضا من اللطائف التي وجدتها في سيرتها هذه الرواية أيضا منقولة، أنا عندما وصلت إليها قلت ما هذه السيدة وهي صغيرة في زمان أمير المؤمنين، الآن في أي سن لا أدري، صغيرة شابة خاطبت أباها، أتحبنا؟ قال أمير المؤمنين يعني المسألة واضحة، نحبك البنت. تسأل أباها هذا السؤال، أو تعلمون ماذا قالت زينب؟ قالت لا يجتمع حبان في قلب مؤمن، حب الله وحب الأولاد. يعني يا أبا تحب الله وتحبنا، كيف تجمع بينها؟ وهي صلوات الله عليها حلت المشكلة، قالت وإن كان ولا بد فالحب لله والشفقة للأولاد. يعني يا أبا كن شفيقا علينا، حبك لله حب خالص، بالله عليكم لو أن عندك بنت بهذه المثابة من المعرفة ماذا تصنع بها؟ فأعجبه وزاد في حبه وعطفه عليها. طبيعي علي عليه السلام يفتخر بهكذا مولود من مقاماتها. يقول العلماء في كتبهم أنها رزقت العلم اللدني، علم المنايا والبلايا. هي عندما وردت المدينة كربلاء والشام تعرف المخطط بكامله. من أين نعلم هذا المعنى؟ من وصف إمام زمانها لها، إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، أنت فهمة غير مفهمة وعالمة غير معلمة. قرأت القرآن؟ ذلك العبد الذي آتاه الله علما جعل موسى ينبهر أمامه، ما استطاع صبرا، نعم، أمام الخضر الذي أعطي العلم اللدني. زينب عليها السلام كانت في هذا المسير شهادة إمام زمانها صلوات الله وسلامه عليها في حقها، عناية أهل البيت. الآن عناية الزهراء بها نحن لا نعلم، أنا لا أستبعد قبل استشهادها على فراش الموت قسم من وصاياها توصي عليا بهذه البنت، هذه البنت التي رشحت لتحمل المصائب العظمى.
أمير المؤمنين يزور قبر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، الحسن بجان على يمينها، على يمين زينب، الحسين بشمالها. تصف الرواية أن عليا أمامها، فإذا قرب من القبر أخمد ضوء القناديل يسأله الحسن عليه السلام لماذا هذه الحركة، يقول أخشى أن ينظر أحد إلى شخصها. علي عليه السلام يغار عليها هذه الغيرة. يحيى المازني كان من جيران أمير المؤمنين، يقول كنت في المدينة مدة مديدة فوالله ما رأيت لها شخصا ولا سمعت لها صوتا هذه الخفرة. الإمام الحسن رأيت في نقل عندما كان يجود بنفسه يلفظ ما في جوفه في الطش ساعة الشهادة ينقل، قالوا نحو هذا الطش، زينب قادمة، لا أرى، لا أحب أن تراني بهذه الحالة. أمير المؤمنين هكذا ينقل عندما حمل جريحا من مسجد الكوفة أيضا ترجل لئلا أيضا هكذا مشى بطريقة لا يثير أحزانها. هذا موقف النبي في التسمية، موقف الزهراء مع ابنتها، موقف أمير المؤمنين، موقف الحسن، موقف الحسين صلوات الله عليه. في يوم عاشوراء عثرت على نص تاريخي يكشف عظمة العلاقة بين الإمام وبين أخته. إمامنا ليلة العاشر هكذا بينه وبين نفسه ذكر هذه الأبيات المفجعة: يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل. زينب أحست أن الحسين ينعى نفسه، عندما علمت بذلك قالت كلمة مشجية تحرق القلوب، قالت اليوم مات جدي وأبي وأمي وأخي، يعني يا حسين الآن صدقت أن جدي قد مات، كان سلوة نيابة عن أبيها وأمها وجدها وأخيها، نعم هو الباقي من أهل الكساء. العبارة تقول ثم خرت مغشية. نعم ليلة العاشر هكذا كان حالها. يقولون الحسين جلس إلى جانبها، كيف في عصر العاشر هي جلست إلى جانبه؟ ليلة العاشر نعم الحسين جلس إلى جانبها يسليها، ولعله بكى وهو على نعم بجوار هذه الأخت المفجوعة. إلهي بدم الحسين، إلهي بغربة الحسين، إلهي بسبي زينب وحرائر الحسين، عجل لوليك الفرج. أبلغ عنا تحية كثيرة وسلاما، لين قلوبنا له، لا تنسنا ذكره والدعاء له. من كان في جمعنا له حاجة اقض حوائجنا فوق رغبتنا. بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين والمؤسسين ثواب الفاتحة مع الصلوات.